صلى الرجل الأعرابي خلف أبي حنيفة وأنتم تحفظون في الكوفة، وكان سبحان الله أبو حنيفة يعني أخطأ في صلاة الصبح، قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وأخطأ في نهاية الآية وقال والله غفور رحيم. الأعرابي آخر المسجد رد أبا حنيفة قال والله عزيز حكيم، فانتبه أبو حنيفة وأعاد الآية وصحح القراءة مرة أخرى. وقف أبو حنيفة ليشكر الذي رده، قال جزى الله خيرا من ردني ليصحح الآية في القرآن. الأعرابي انتشى أن جاي من البادية ويرد على إمام العراق وإمام الفقه والخليفة الأول والفقيه الأول أبو حنيفة النعمان، فقال أنا يا أبا حنيفة. قال جزاك الله خيرا، أتحفظ القرآن؟ قال لا والله. أتحفظ السورة؟ قال لا والله. أتعرف الآية؟ قال هذه أول مرة أسمعها منك، أنا أول مرة أسمع هذه الآية. فتعجب أبو حنيفة، قلب كفا بكف، ما الذي أعلمك أن نهاية الآية عزيز حكيم وليس غفور رحيم؟ يعني أبو حنيفة أخطأ، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فلما أخطأ وقال والله غفور رحيم الآية والله عزيز حكيم. قال يا أبا حنيفة لو كانت نهاية الآية الله غفور رحيم لما حكم على السارق بقطع يده، لكن لما عز في عليائه حكم على السارق بقطع اليد، فلما عز في عليائه عز وجل وحكم على السارق يكون مقتضى نهاية الآية والله عزيز حكيم وليس والله غفور رحيم. هذا إنسان يسمع القرآن بقلبه، يسمع القرآن سبحان الله العظيم بهذا المنطق.